المساحة الحوارية القادمة من نبض الحياة والحديث عن آلام المفاصل وأمراض العظام. الإنسان معرض في أي مرحلة عمرية للإصابة بآلام العظام والمفاصل على الرغم من اختلاف الأسباب وتعددها عند الفرد. أسباب أمراض العظام والمفاصل وأعراضها وكيفية علاجها مجموعة من المحاور حنطرحها فيما يتعلق بهذا الموضوع أمراض العظام والمفاصل. يجيب عليها دكتور أشرف معتصم استشاري جراحة العظام والإصابات. صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله. صباح النور أستاذ فريد. سعيد جدا بالطلع عبر سودانية 24 وعبركم نرسل التحية تحية الصحة والعافية لكل المشاهدين إن شاء الله يا رب. كيف الأحوال؟ كيف أصبحت؟ الحمد لله 100%. يعني نحن في يمكن تكون يعني المحاور في الموضوع ده تحديدا كده كتير وحنشوف ذاته إذا كان أمراض العظام دي هي متعلقة بالفواصل وبالذات يعني يمكن يكون كثير من الناس بيربطوا بعض الآلام العظام تحديدا بفصل الشتاء. فخلينا نبدأ بالمحور ده، يعني هل أمراض العظام بصورة عامة كان عندها ارتباط مباشر بالجو البارد؟ والله طبعا هو أمراض العظام عموما ما في يعني ما بنقول في ارتباط مباشر، لكن الجو البارد بيرتبط بمجموعة من الأمراض، ما أمراض العظام نفس وحدها يعني بيرتبط بأمراض كثيرة بالجهاز التنفسي بكده، لكن في العظام دائما بتكثر الشكوى بتاعت آلام المفاصل عموما في الأجواء الباردة. ودي حاجة طبعا هي بتكون أصلا مربوطة بأشياء أو بأمراض موجودة أصلا، يعني بيشكي منها الفرد بتنشط أكثر، يعني بتنشط شوية أثناء الشتاء زي الخشونة والحاجات زي كده. يعني ممكن نقول على المفاصل موسمية كده إلى حد ما. إلى حد ما، ما بنقدر نخدها بصورة علمية، نحن حاجات زي طبعا بنتكلم عنها لازم يكون في إيفيدنس بيز يعني بس كده أكثر يعني كده، لكن إلى حد ما ممكن تزيد شوية الآلام بتاعت المفاصل مع 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 الجو البارد عموما. طيب يعني آلام المفاصل برضو كمان مرتبطة بالتقدم بالعمر ونقص فيتامينات ومعادن في الجسم، يعني يمكن احنا شفنا ناس كثيرة جدا أعمارها كبيرة لكن محافظين جدا على حركتهم وعلى يعني الموضوع ده مرتبط بتقدم العمر ولا نقص فيتامينات ومعادن؟ طيب هو حقيقة السؤال ده كبير شوية. احنا عندنا طبعا مع العمر بيحصل تغييرات في كثافة العظم، تغييرات في تركيب الطبقة الناعمة المبطنة للمفاصل اللي هي دي بينتج عنها الخشونة، وكثافة العظم بينتج عنها الهشاشة. الكثافة بتقل يعني طيب أنا حقيقة ممكن هنا لازم أغير أوضح مفهوم، يعني مفهوم الناس تفرق عادة بين في لبس عند الناس عموما ما بين ثلاثة مصطلحات، مصطلح الخشونة ومصطلح الهشاشة ومصطلح الرطوبة. الناس بيقولوا الحاجات دي يقول لك عندي رطوبة، معناها الرطوبة ده محور كبير جدا. لا لا شوف هو طبعا الرطوبة دي بالمناسبة الرطوبة دي كمرض ما في حاجة اسمها رطوبة. الرطوبة دي هي عبارة عن هو الترسيب، هو فحص معين اسمه الترسيب بيكون زايد بارتباطا مع أمراض كثيرة جدا جدا. لكن احنا المرضين الأمراض اللي بنتكلم عنها اللي هي الخشونة والهشاشة الفرق بينهم كبير، يعني ما في علاقة مباشرة بالمناسبة أصلا بينهم الاثنين. الهشاشة عبارة عن قلة في كثافة العظم، وده بيحصل فيه تغيير، يعني التغيير فيه بيكون إما يكون مرضي وإما يكون فيسيولوجي. يعني إحنا عادة البني آدم بطبعه وبخلقة الله عز وجل في البني آدم إنه من عمر 25 سنة بيبدأ كثافة العظم تقل شوية شوية، وبعد كده بتزيد عند النساء بعد فترة الخمسين اللي هو التوقف الحيض والتغيرات الهرمونية اللي بتحصل عند المرأة بتزيد في معدل نقصان كثافة العظم. دي الهشاشة كويس. أما الخشونة فده عبارة عن تخشن أو تهتك في الطبقة الناعمة المبطنة للمفاصل من الداخل. الخشونة بتكون في المفاصل فقط، في المفاصل فقط. تمام. فديل الاثنين مرتبطات بالعمر زي ما انت قلت، تقدم العمر بيحصل تغييرات في الحتتين ديل، وحاجات كثيره طبعا في البني ادم. يعني سبحان الله، يعني قال الله عز وجل لكي لا يعلم من بعد علم من شيئا، البني ادم ده بطبعه بتلاشى. اوكي، يعني حاجه يعني عجيبه جدا، البني ادم بطبعه يعني يمكن يكون الدنيا كلها مبنيه على النقصان. بالضبط، يعني على النقصان، يعني مع التقدم بيصل الاكتمال تنقص، بعد كده بيبدا عظمه ينقص ويقل شويه شويه في كفاءته وحاجاته. طيب يعني دكتور ده دي يمكن يكون توضيح واضح جدا
أسباب آلام الركمة عند يعني كبار السن، هو يعني بيكون نقص في المادة المبطنة في المفصل كده، هو تغييرات يعني في أسباب تانية مثلا. أيوة أسباب كثيرة. هو طبعا الخشونة اللي جينا نتكلم عنها، الخشونة هي ممكن تكون نتيجة للتغييرات العمرية، وممكن تكون نتيجة لمرض يعني أو إصابات، احنا كده بنسميها برايمري وسكندري يعني ابتدائية وثانوية، كويس. لو واحد مثلا شاب صغير يعني عمره 25 سنة 20 سنة أصيب في ركبته مثلا، الإصابة دي ممكن حصل له مثلا قطع في الرباط الصليبي أو تمزق في الغضروف الهلالي، لإصابات عادية بتحصل للعيبة في الكورة أو غيره، ممكن الحاجة دي تأثر على الركبة من الداخل وشكلها والمرفرج بتاعه، وتؤدي لتغييرات متسارعة شوية، وتجي خشونة عمره 28 سنة أيوة 30 سنة يكون عنده خشونة. طيب يعني ده بنقولنا لي واحدة من المحاور الموجودة عندي طوال هو عمليات تغيير مفصل الركبة، الأسباب يعني الشائعة اللي بتؤدي لأنه يكون في حوجة لإجراء مثل هذه العملية. طيب أول حاجة أنت يعني السؤال ده برضو سؤال كبير حقيقة، العمليات تغيير المفاصل اللي هي الحمد لله يعني في السودان بقت تجرى بصورة روتينية، اتوطنت يعني تماما. وهنا أنا صراحة بترحم على أستاذنا الجليل مستر شرف الدين الجزولي الرائد يعني في مجال التوطين جراحة المفاصل في السودان. وبعد كده يعني احنا حتى في العالم بالمناسبة ما بعيدين من الناس، الحمد لله احنا قريبين جدا من المستوى البرة يعني. صحيح يعني يمكن يعني الامكانيات هي شوية اللي دايما بتنطقس طبعا يعني. لا ايوه طبعا يمكن نقولنا لمحور تاني، لكن خلينا بس احنا عندنا طبعا مؤتمر سنوي بيتعامل هنا في السودان، مؤتمر عالمي واسح، يتعامل في شهري واحد الجاي من يوم 27 يوم 29 برعاية كريمة من جهات حكومية وشركات كبيره بتاع الادويه وكده. فالمؤتمر ده بتيجي فيه كل بيجي فيه كميه من الناس من المنطقه اللي حوالينا ومن بعيد يعني من كوريا ومن تركيا ومن امريكا ومن غيره ومن اوروبا، بيشاركوا باوراق علميه، وحتى هنا في السودان برضه بيقدموا اوراق علميه كثيره. والحاجه دي دائما بتخلينا احنا على يعني على مساق موازي دائما للحاجة في ابديت يعني بالضبط كده. نرجع لمحورنا اللي انت قلته، معلش انا يمكن نقلتك لحته ثانيه. الموضوع استبدال المفاصل هو احنا بنزرع المفصل لمنه وليه؟ حاجه دي سؤال كبير، لانه المفصل ما بيتعامل لاي حد عنده خشونه. يعني في ناس عندهم خشونه لكن شكوتهم بسيطه، احنا دائما القرار بتاع انه نزرع مفصل ركبه مثلا او مخروقه في شخص بتبني على عاملين أساسيات. لما الشخص ده يكون بيعاني من الخشونة، لكن الخشونة دي أو أي فرط تانية كتيرة يعني، لكن كمثال الخشونة تأثر على الوظيفة وتسبب ألم غير محتمل، يعني ألم يأثر على حياة الفرد. الوظيفة اللي هي الحركة بتاعت المفصل، يعني مثلا واحد عنده خشونة شديدة عمره مثلا 65 سنة كمثال يعني. في ناس عندهم خشونة لو عملت لهم اكس راي صوره بتلقى خشونه متقدمه جدا، لكن تلقاه ماشي كويس خالص، الالم بتاعه بشويه مسكنات بيكون بيمشي الحال 100% ما بحس بالالم، طبيعي بمارس حياته بيمشي شغله، يعني بيمشي المسجد بيمشي وبيجي بيمشي. الجراحه دي حل اخير يعني دائما انتم بتاخذوه أيوة. في حاله انه في الفئه دي رغم انه في عندهم خشونه واي حاجه وفي الصوره متقدمه وكده، لكن بيمشي بالحاجه اسمها العلاج التحفظي. نعم اللي هي شويه تمارين مسكنات، اهتمام بنمط الحياة كويس اللي هو اللايف ستايل، يلتزم بأشياء معينة وكده، يبعد من محاذير معينة ويكون عايش حياته طبيعية ويكمل حياته طبيعية. لكن ممكن زول عمره يكون أقل لكن الخشونة عنده مؤثرة على وظيفة المفصل نفسه، ما قادر يمشي أو الألم شديد، جربنا معه كل الحاجات الممكنة زي ما يقولوا والخطوات الروتينية اللي بنتعامل وما نجحت، ده المريض اللي بنعمل ليه هو استبدال مفصل. طيب الطبقة المبطنة للمفصل دي يعني هل استبدالها يعني أحيانا ممكن يكون في علاج بجانب تغيير الركبة أو يعني من دون الحوجة لتغيير الركبة؟ طبعا هو تغيير الركبة ده فيه أنواع كثيرة بالمناسبة، حتى المفصل اللي بنركبه فيه أنواع، يعني في المفصل الكامل
وفي مفصل المراجعة اللي هو المفصل ذاته لما يحصل فيه مشاكل بنراجع بمفصل تاني، وفي في مفصل جزئي يعني بنغير جزء مثلا الداخلي أو الخارجي، ده كل أنواع. ده بالنسبة للركبة. بالنسبة للمخروقة طبعا بيستبدل كل الطبقة والبلية نفسها، وبرضه فيه أنواع حسب العمر حسب كده، بنختار النوع المناسب مع المريض المناسب. اللي بيحصل فيه انه مثلا نتكلم عن الركبه، بنشيل فيه الطبقه. طبعا الركبه بتكون من عظمين في النهايه، عظم الساق وعظم الفخذ، بتلاقوا مع بعض بيكونوا مفصل الركبه. البليه دي بتكون في النص تقريبا، الطاقيه دي أيوة. الطاقيه دي قاعده بره كويس. فاحنا بنستبدل الطبقه بتاعه الساق والطبقه بتاعه الفخذ ب ب ب يعني بالمفصل بتاعنا، وبنخد في النص ما طبقة تانية من البوليثيلين، وده بكون لنا المفصل ثلاثة أجزاء. مرات في بعض الأحيان بنحتاج نشيل برضو الطبقة بتاعة الطاقية اللي فوق دي في بعض الحالات ما كتير. ده اسمه، ده هو بنطلق عليه استبدال مفصل الركبة. المخروقة برضو نفس الحكاية، بنشيل البلية والطبقة بتاعة الكوباية اللي هو الجزء بتاع الحوض، وبنخد هناك جهاز وفي البلية جهاز. يعني العمليات دي شائعة أصبحت في السودان. العمليات دي بالمناسبة عندها رقم من الناس الركبة يعني. والمخروق يعني بقت شائعة جدا في السودان. جدا. احنا بالمناسبة عندنا تجربة مش بس على نطاق الخاص يعني برايفت هوسبيتالز، يعني حتى على نطاق المستشفيات الحكومية. نعم. يعني كان في تجربة في مستشفى إبراهيم مالي قبل فترة، والعمليات دي اشتغلناها أو يعني اتعملت هناك بنسبة كويسة. حاليا عندنا في مستشفى بشاير بدينا انه نعمل العمليات دي هناك، لكن الفكره انه تتعمل بدعم حكومي. طبعا مشكله العمليات دي التكلفه الماديه اساسا يعني. يعني انا كنت عاوز اسال عن المعيقات بسرعه. بالضبط، المعيق الاساسي في العمليات دي هو تكلفه الجهاز نفسه اللي بنركبه غاليه. بتجيبوا شركات من برا، حقيقه الحكومه ما عندها دور في ان توفر الجهاز ده هو بصوره عامه يتم استيراده بشركات خاصه يعني. ما في للاسف ما بيصنع في السودان، بيجي من شركات. وحتى احنا ذاتنا بالمناسبه ما بنركب يعني مفصل من اي جهه. لا يعني انا اقصد ان يعني يتم استيراده من قبل شركات خاصه لان الادوات الطبيه ما للاسف ما عندها دور. لكن في هسه حاليا زي ما قلت لك احنا في مستشفى بشاير كان عندنا فكره انه نستفيد من الدعم الحكومي اللي بتوفره جهات حكوميه زي العلاج الموحد والزكاه وغيره من الجهات اللي ممكن تدعم. وبدينا يعني صراحة بل واجهتنا معيقات إنه العملية نفسها قد العملية اللي هي مجمع العمليات يعني قد ما يتحمل العمليات زي دي بصورة كويسة. عشان كده والله ناسي عبركم بناشد يعني الجهات الخيرية سواء كان حكومية أو خاصة إنه يعني تساعد في إكمال مجمع الجراحي بتاع العظام في مستشفى إبراهيم في مستشفى بشاير. أجت لو اكتمل هو ما دار حاجة كتير، هو اتبنى وإيش ده تشطيب. لو اتعمل ده صراحة حيفرق كتير وحيقدم خدمة كبيرة للفئات الضعيفة. يعني إن شاء الله يا دكتور صدق ده يكون وصل يعني حتى مش فقط المؤسسات الحكومية أو الأجهزة الحكومية اللي تدعم المستشفيات. يعني كثير من الناس كده هم بيكونوا حابين إنه يعني في الصدقات الجارية، في كثير من الناس حابين إنه يكونوا جزء من أي عمل خير يعني في والله. فأنا بتمنى الصوت يكون وصل يعني والله نسأل الله قادر إنه يساعد ويدعم. آمين نسأل الله. نحن حقيقة دي صدقة جارية حقيقية يعني. أكيد أكيد حقيقية. يعني ننتقل لبرضو واحدة من المحاور المهمة جدا، أسباب آلام الظهر والرقبة والكتف المزمنة عند الكبار، ويمكن يكون بصورة عامة كده هي طبيعية نوعا ما، لكن في الآونة الأخيرة حتى الشباب بيجوا بيشكوا من 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 الأشياء دي كده. يعني يمكن يكون في تغير في أسلوب الحياة مثلا، والأسباب اللي بتخلي الشباب يكون عندهم مثلا آلام ظهر ورقبة وغيرها من طيب هو طبعا ده برضو ده توبكس او عنوان كبير شديد، لكن عموما احنا الام الظهر فعلا انتشرت عند الشباب لانه هي اصلا بتنقسم لنوعين. في الام نسميها الام ميكانيكيه وفي الام مرضيه. كويس. الالام المرضيه عاده بتكون عند كبار السن، يكون في غضاريف، يكون في لا قدر الله اورام غيره. المهم اشياء كثيره بتسبب الاورام، بسبب الآلام بتاعت الظهر المرضية. أما الميكانيكية فدي دائما بنتشر عند الشباب، وده بيكون سببها الإجهاد العضلي، الشد العضلي، المجهود اللي هو طبعا دي طبيعة الشباب يعني. الحاجة اللي أنا بنبه يعني عليها إنه دائما واحد من أسباب الآلام الظهر
الميكانيكية الكثيرة جدا والشائعة. طبعا بالمناسبة معظم عياداتنا عبارة عن آلام ظهر وآلام ركب السودانيين عموما والأفريكانس عموما يعني الشائعة. نعم الشائعة جدا. حقيقة واحدة من الأسباب الرئيسية أنا بربيها الناس أنه يتجنبوها هي المراتب الما مريحة والسراير اللينة بتغطس دي يعني كويس. الحاجات دي بالمناسبة على المدى البعيد يعني بتأثر جدا بتعمل آلام شديدة. كويس الواحد ممكن بكل بساطة لما يغير المرتبة لمرتبة قطنية مريحة كويسة وسرير يكون مشدود كويس أو سرير خشب أو كده القطعة الواحدة دي يعني فبيلقى فيه استجابة كبيرة جدا والآلام خفت كثير. يعني هو قد يكون ما مريح نوعا ما كده وغريب شوية كده لكن في الآخر حاجة صحية كده يعني ممارسة صحية يعني بالضبط. دكتور قبل ما الزمن ينتهي يعني خلينا نتكلم عن واحدة من الأشياء المهمة جدا والشائعة جدا يعني دائما الغضروف ده بيبقى مرتبط بسين معينة كده يعني حتى الشباب يقول لك بيكون عنده غضروف كده يعني أنا عاوز أعرف هل الغضروف عنده علاج ولا هو برضو يعني أنا أحيانا بسمع إنه لا في غضروف انت مفروض تتعايش معه فقط في غضروف يتم علاجه بعمليات معينة. نعم. يعني نتكلم بصورة عامة كده عن الغضروف وأسبابه وطريقة علاجه. طيب الغضاريف طبعا هي شنو هي عبارة عن السلسلة الفقرية دي بتتكون من عظام وسادة. نعم. ما بين كل فقرة وفقرة. نعم. يعني العظم ده عبارة عن فقرات. كويس ووسادة ما بين الفقرات. الوسادة دي هي ذاتها بتتكون من طبقات. نعم. في طبقة خارجية وطبقة داخلية. اللي بيحصل انه الطبقة الخارجية دي بيحصل فيها تهتك بسيط والطبقة الداخلية اللي هي جيلاتينية يعني لينة. نعم. بتقوم بيحصل لها نتوء او بروز. البروز ده بيتجه اتجاه وين؟ اتجاه القناة الشوكية. نعم. بيقوم بيلمس لينا لمسة بسيطة على شنو؟ على الأعصاب الروتس المارجة الأعصاب الطالعة من الحبل الشوكي. وبيقوم الألم بيظهر لينا في الطرف اللي بيغذيه العصب. يعني الألم يكون في الظهر موجود ومعاه طوالي ألم مثلا في الرجل. نعم. يسمون الناس عرق النساء. كويس فاللي بيحصل انه الحاجة دي فعلا كثيرة كثيرة جدا. نعم. وعند الشباب برضو موجودة ليه لأنها مربوطة دائما بس يعني هي بتكون موجودة لكن قد تكون ظهورها ما يعني ما شديدة. الشباب بتحمله لأنها هي مربوطة بشنو بالهيفي ليفترز أو الناس اللي بيشيلوا حاجات ثقيلة. نعم. كويس أو زول يعني يحمل على ظهره تحميل ما طبيعي أو مثلا واحد يكون يمارس رياضة معينة بيشيل أثقال أو سباح تكون دي نتيجة محتومة يعني مثلا في حالة لا ما محتومة ما محتومة بتكلم عن إنه يمارس ممارسة خاطئة. نعم. يعني مثلا سباح نقعد بنط من فوق ديل ينط نطة غلط بتأكد ضهره هيتأثر كويس. زول يشيل حمل بيشيله بصورة ما سليمة يعني هو لما تشيل بصورة صحيحة ما في مشكلة. نعم. لكن لما تشيل بصورة ما سليمة ممكن الظهر يتأثر بالتالي يحصل له النتوء البروز اللي صرحته ليه نفس الشيء التمارين الرياضية برضو ممارستها بصورة غير سليمة. أيوة قد أيوة تؤدي أيوة أيوة. فبالتالي صحيح عند الشباب ليه عشان الأسباب دي لأنه الرياضة الشيل طبيعة العمل كده. الكبار ناس الكبار السن برضو بيحصل لهم قد يكون معاهم من بدري ويس وبدأ يظهر بصورة أو الأعراض حقته بصورة كبيرة وهو بعد ما كبر في السن شوية أو يكون بيحصل لهم برضو الأسباب لأن يعني هم أساسا يعني بيكون تكوينه من جسماني ضعيف شوية. نعم. فأقل حاجة بتظهر عندهم خاصة بالحاجات اللي شرحتها لك دي ففعلا هو منتشر. وبالنسبة للعلاج دائما إحنا بنبدأ بالعلاج التحفظي نفس الفكرة بتاعت الخشونة ما طوالي نمشي للجراحة. أيوه. العلاج التحفظي اللي هو عبارة عن علاجات مسكنات أدوية وعلاج طبيعي. العلاج الطبيعي أساسي لأنه هو اللي بيسحب لي الغضروف اللي قلت لك ده بعيد شوية من العصب بالتالي هو علاج. نعم. ما شغلة تسكينية يعني. أيوة أيوة. بس العلاج الطبيعي مكملين لجراحة العظام في الحتة بتاعت الغضاريف وكده مكملين جدا فعشان كده بندي المريض فرصته الكافية في العلاج التحفظي. إذا ما استجاب بالعلاج وأخذ الفرصة الكافية واستجابته ضعيفة وأثرت على حياته وعلى وظيفته وعلى شغله وكده بعد ذلك بيبقى العلاج الجراحي هو العلاج المتاح. نعم. وبرضه الحمد لله إنه العلاج الجراحي متاح وموجود في السودان. بالمناسبة الأسبوع الفات انتهى برضه المؤتمر الثاني لجراحة السلسلة الفقرية. السلسلة الفقرية. نعم. برضه في السودان اتعمل وبرضه مؤتمر شاركوا فيه وأوراق من برا وكان ناجح جدا. فهو الحمد لله إنه العلاج
موجود وفي المستشفيات الحكومية برضو موجود، يعني ما بس في المستشفيات الخاصة. طيب جميل. يعني تحديدا يمكن نحن ما تكلمنا بصورة مباشرة عن أسبابه عند الشباب أو كثرته في يعني في 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 الآونة الأخيرة كده مثلا، يعني عنده علاقة مثلا بالجلوس الطويل في المكاتب أو أمام شاشات التلفاز أو الهاتف، الاستخدام يعني الجلوس بوضعية أو يعني التمدد بوضعية معينة لفترة طويلة جدا ممكن يكون عندها تأثير مثلا في بالتأكيد بالتأكيد هو تأثيره مش في في إنه تعمل غضروف، التأثيرها في الآلام الميكانيكية اللي قلت لك اللي دي بتعمل آلام عضلية. نعم. لكن الإنسان اللي عنده غضروف إحنا بنديه محاذير، لازم يقعد صح، لازم يشيل صح، لازم يقعد صح. نعم. يقعد صح يقعد في استقامة ما يكون محني لقدام، بنديه تفاصيل كده. يشيل صح، لو ما يشيل حاجة وظهره متني يعني ما يرفع حاجة من الأرض ويكون هو لازم الظهر يكون استريت ومستقيم يعني يكون حتى يمكن يجلس الحاجة ويشيلها بصورة الظهر يكون استريت. كذلك برضو زي ما قلنا في الاستلقاء أو النوم، نعم، طبيعة السرير اللي بيرقد فيه الماتريكس أو المرتبة اللي بيرقد فيها أو كده، دي حاجات مهمة خالص خالص للمريض اللي عنده غضروف عشان ما يقوم عليه. والغضروف ده ما بيكون قاعد، أيوه، يعني زي عنده غضروف بيكون قاعد قد يكون ساكن ما عنده مشاكل، لكن مجرد ما يغلط عليه الغضروف بعد ذلك بيغلط عليه، يعني احنا نساعده بالدفر يعني بالضبط كده نمارس ممارسات صحية. أيوة، ده عشان ده اللي هو بنسميه العلاج التحفظي، جزء أساسي فيه المحافظة. يعني انت ذكرت نقطة مهمة جدا يا دكتور، تكلمت عن العلاج الطبيعي انه هو واحد من الأشياء المهمة جدا بالذات في علاج الغضاريف. العلاج الطبيعي في السودان مكلف نوعا ما يعني بالذات، وحتى المراكز ذاتها ما كثيرة أو ما شائع بالصورة المطلوبة كده. هل ممكن يعني يتم نقل العلاج الطبيعي للبيت مثلا، يعني انه في طرق معينة كده يعني ممكن انت تعلمها للمريض في انه هو كيف يمارس علاج طبيعي مع يعني مع نفسه بمساعدة شخص موجود في البيت؟ سؤال جميل والله صراحة. بالتأكيد ده حاجة، لأن احنا شوف العلاج الطبيعي عادة في السودان يعني بيكون الجلسة قول لك تعال يوم بعد يوم مثلا، أيوة، يعني كل يومين عنده ساعة ما كافي اصلا، ايوه اصلا ما كافي الجلسه، حتى لو موجوده هو اصلا موجود الحمد لله، نعم، لكن حتى لما تبداه هو عباره عن ساعه او ساعه ونص كله 48 ساعه. اذا لازم يعني عندك الباقي الفتره الزمنيه دي لازم يكون في تمارين، يكون في علاج طبيعي بتمارسه في البيت. نعم. عاده بيشرحوها الممارس الصحي اللي هو العلاج الطبيعي ده بيشرحها للمريض، بيقول له مش اعمل في البيت تمارين كده وكده وكده. وبرضه في حاجات تانية كتير واحد ممكن يستفيد منها زي اليوتيوب عن الميديا الموجودة فين تتعلم مثلا. أيوة، يعني الواحد مفترض انه يخش يشوف التمارين المناسبة، يثقف يعني ثقة أيوة صحية. أيوة صحيح صحيح، عشان وبعد ذاك استشير الطبيب انه والله فعلا التمرين الفلاني ده صحيح ويسمع. طبعا احنا عادة بنطلب من العلاج الطبيعي نحدد له دارين شنو، يعني ما بنخليه ساكت، احنا حسب الحالة المرضية وتشخيصنا لها بنحدد دارين يعطوا نوع من العلاج من الطبيعي. العلاج الطبيعي، نعم. بعد ذلك هو المريض ذاته مفروض انه يكون عنده ثقافة صحية ويتعلم هو ذاته من الميديا الموجودة ويعمل تمارين في البيت في خلال الزمن الكثير اللي عنده قاعد في البيت، ما يكون قاعد سهل، لانه كل ما عمل تمارين وعلاج طبيعي كثير كل ما كان استجابته اسرع. يعني تحديدا في 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 آلام المفاصل مثلا او الآلام اللي بتنتج من 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 الغضاريف يعني بي 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 باختلافها، لما دائما يكون مثلا في علاج معين بيزيل الألم او الإحساس بتاع الألم ده هو بيكون مسكن فقط، يعني ما في علاج يعني في وقت كده بيزيل الألم كده او بهنا، لانه انا بسمع كثير انه والله دكتور اداني حقنه طوال الألم راح بدا. يعني التعامل مع الاشياء دي كده انه يعني دي مسكنات فقط يعني ما والله شوف احنا ما عندنا حاجه اسمها مسكنات فقط، احنا حتى المسكن اللي بنديه هو بيشيل الالم وعنده تاثير علاجي. نعم. يعني في ناس في فهم كثير يقول لك والله الدكتور اداني مسكن ما اداني علاج. يعني المسكنات عندها تاثير علاجي. تاثير علاجي لانه هي ما مسكن بس، نعم، صح بتسكن الالم لكن عندها تاثير على الـ على الـ على الباثولوجي بتاع المرض نفسه او الامراضيه حقته، بتقلل الاشياء معينه يعني ممكن شرحها ما يكون مفيد للمشاهد، نعم، لكن بتقلل أشياء مرضية محددة وبتقلل المشاكل. لكن برضو في النهاية زي ما قلت لك الغضروف تكلمنا عن الغضروف يعني كغضروف بيكون موجود كويس، نعم. فإحنا عشان كده حتة المحافظة مهمة، يعني العلاج ومعه المحافظة عشان الغضروف ده ما يسبب يكون قاعد ساكن، يعني ما عنده إحنا ماشي إنه بجراح، أيوه، نديناه علاجات فيها مسكنات ومسكنات عندها تأثير زي ما قلت لك علاجي برضو،
وفيها محافظ عشان لما يكون قاعد العضو ده في محله ما يتطور او يمشي للأسوأ كده بعد ذاك. العلاج الطبيعي نعم بيكون يعني إضافة كبيرة. دكتور يعني نمو العظام بصورة جيدة عند الأطفال اللي برضو واحدة من الأشياء المهمة جدا يعني في كيف الأطفال كده نحن نحافظ على عظامهم وممارسات إن هي بتساهم في تقوية عظام الأطفال بصورة نعم سريعة مثلا أو بصورة طبيعية. طبعا تأكيد ده حاجة مهمة خالص. طبعا إحنا دائما الأطفال أهم حاجة فيهم التغذية الجيدة من الرضاعة والاهتمام بنقصان بعض الفيتامينات مهمة جدا الناس تركز فيها وتعرفها خاصة فيتامين دال. نعم الأطفال أهميته كبيرة جدا ياخذوه بصورة مستمرة يؤدي لتشوهات مش بصورة مستمرة لكن دائما يكون معدله يعني لازم يكون طبيعي كويس لأنه نقصان مثلا فيتامين دال بيؤدي لتشوهات كثيرة جدا. كيف يعني بيتم قياسه إنه يعني تقدر تعايد الطبيب وتعرف نعم نعم. عشان كده إذا الطفل إذا الأب أو ولي الأمر لاحظ أي حاجة غريبة في مشية الطفل في شكل الأرجل والأيدي في حتات عريضة حتات كده مقوسة لازم يقابل الطبيب العظام. نعم طيب السن السن المناسبة برضو لأنه الطفل يكون يعني يتم إجلاسه يعني في دي يمكن كثير من إنه لا ما تناهي هسي ظهره بيتحني يعني كده السن المناسبة لأنه الطفل يبدأ يجلس لوحده أو نحن نساعده في إنه هو يجلس يعني. هو طبعا دي بنسميها المايلستونز أو في نمو الطفل. نعم. يعني معروف إنه بيقعد 200 معروف إنه بيمشي 200 معروف إنه بيضحك 200 معروف إنه بيرفع يده يعني في حاجات معينة معروفة أعماره بتجي 200 إحنا بننبه إنه إذا الشطة والناس في المجتمع عارفة يعني في المجتمع الناس كثقافة عارفين والله الطفل ده بيمشي خلال 9 شهور لسنة يفرض يكون مشى. نعم كويس. إذا تأخر الكلام ده دي الحتة المهمة لأولياء الأمور. نعم إذا أولي الأمهات تحديدا إذا تأخر مثلاً ما مشى في وقته افترض إنه الناس تنتبه. إذا سنونه ما قامت في وقتها الناس تنتبه. نعم. إذا حصل أي تأخير في الأشياء الطبيعية المفروض تحصل في أعمار محددة والناس ثقافتنا يعني الثقافة العامة في عند الأمهات عموماً في الموضوع ده ممتازة جداً بالمناسبة أنا متوارثة أكيد أي فالحاجة دي بس إحنا بننبه إنه أي تأخير في الحاجات دي الحاجات المعروف زمنها لازم يقابله الطبيب. اي تشوهات يحس انها غريبه او مشيه ما طبيعيه او التواءات لازم يقابله الطبيب. دي كلها تنبيهات لمعايده الطبيب. ايوه يعني لازم لازم. عندنا في السودان الحمد لله عندنا تخصص ناس متخصصين في جراحه عظام واطفال. نعم. يعني اطفال عظام الاطفال. احنا عندنا الحمد لله في العظام الناس بدت تمشي في سب ديفيجن تمشي في تخصصات دقيقه. نعم. ومنها السلسله الفقريه منها المفاصل كويس منها عظام الاطفال منها اورام العظام الاطفال كويس او اورام العظام. نعم. منها علاج التشوهات يعني كلها موجوده في السوق. تخصصات في العظام يعني بكافه اشكالها انها هي بدت موجوده. دكتور نختم ب يعني ارشادات عامه كده انت حابب توجهها لكل الناس. والله أهم حاجة أنا يمكن أرسلها للناس إنه التغذية الجيدة مهمة جدا. الحاجة الثانية الاهتمام بكبار السن يعني حاجة لازم نراعي حتى مهمة جدا في بالنا. ولو شكوا من آلام في الظهر أو المفاصل أو كذا نقابل بيهم الأطباء عادة بيكون عندهم نقصان في فيتامينات بيكون عندهم مشاكل بتاعت خشونة بيكون عندهم حاجات زي كذا فما نهمل الأشياء دي لأنه كبار السن سريع جدا بيحصل لهم ضمور في لو يعني إذا ما مشى أو قعد أو كذا سريع جدا بيتدهور صحته بيحصل له ضمور في العضلات ما بيقدر يمشي والتدهور بتاعهم سريع. نعم. والاهتمام بالأطفال يعني الفئتين ديل هم فئات مهم جدا يعني مهمة وضعيفة تحتاج الاهتمام كبير تحتاج الاهتمام كبير فأتمنى إنه الأسر يهتم بالموضوع ده جدا. الحاجة الثانية يعني بنتمنى لكل الناس دوام الصحة والعافية إن شاء الله وإن شاء الله ما يجونا في عياداتنا كثير إن شاء الله ولا في المستشفيات. ربنا يديك الصحة والعافية كمان دكتور يعني استشاري جراحة العظام والإصابات دكتور أشرف معتصم شكرا لك كثير وصباح الخير عليك والله يحفظك إن شاء الله أستاذ فريد كثر خيرك.